مطعم دق. سويتها سويتها يا مدق المطعم. شكرا يا مطعم. لنا الله لنا الله. السلام عليكم، اليوم جبنا لكم مقطع جديد. اليوم معي دحوم كي اس اي. اليوم جايبين لكم دروبر، ترول دروبر. ياب ترول دروبر كينج اوف شادوز. طيب الحين بدينا في الماب، بيقول ويلكم تو ذا ترول دروبر ماب. ترول يعني شلون اشرح لكم؟ يعني طقطقه، فهمتوا؟ فمثلا انت الحين نزلت هنا اوكي، وجبت اخر شيء، فجاه تنزل على بونسر. البونسر هذا يموتك، في بونسر ما يموتك، فهمتوا؟ مثلا في اربع بونسرات، في بونسر ما يموتك والباقي كلها تموت، فبيكون في حلول كثيره لكن اكثرها تكون ترول. بتحس انك حليت الماب، فجاه تترول وتموت. تموت كذا. الو كيك فرات، في كفرات تحت. والله وصلت للاخير على طول. ايزي نحن منجلط. سويتها ايزي والله، ايزي. عندي انا رحت شفت المكان حق شو اسمه التشيك بوينت، نطيت من عنده، نطيت كذا على قدام. يلا يلا دحوم نحتريك. انا المبات خلاص، دروبر صارت لعبتي. وين مت انت؟ وش الاصوات يا اخي؟ والله ايزي بس خيرا. يلا عطى ركس الجالكسي وانا بدخل كذا. لا لا ما عنديك. اوكي ايوه، كيف ترقى هذا؟ اما كذا اول ما بلعبها يصير كذا على فوق. اوكي ستيج 2 اشوف. لا تنزل، اقسم بالله صعب. وش ذا؟ خلنا نلحق دحوم. والله ترى طريقي مره سهل. ايوه سويته انت. لا وطيت هذه بس الارضيه كانت في الحاله، الارضيه موتتني. اصبر اصبر، شوف شوف شوف، انا شفت شيء. وشو؟ لا لا نفسه 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 صح، بس تقدم. شفت هذا اللي تحتنا اخر شيء تحت؟ اللي قدامه رحله، اللي قدامه في على اليسار مدخل. اوكي والباقي يدخلك على فخ يعني. يب زي كذا. ايزي ايزي يا حبيبي، ايزي والله، ايزي مره دحوم ذا. الطريق ولا اعرف اسوي. والله غبي والله غبي. اكفى ايزي بس مره سهل. طيب لو ما جبتني وين بوديني؟ لا 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 تلمسي لا تلمسي، لو تلمس انا تو شايف هذا البلوك، هذا هذا دفني على هذا وموتني. هذا 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 ما ادري ايش قاعد اقول، وانت قاعد تسلك. اوكي ستيج 3 اوكي. وليح انا بنط في النص. انا احس النص يب. والله صعب في النص، والله صعب مره، حتى ما في شيء تحت. والله ما في شيء تحت، ما اشوف شيء. طيب الحين نجرب على اليمين. في لانش بقى تحت دحوم. والله في لانش لانش. اوكي لانش، اصبر كذا هنط دحوم. وات وش ذا؟ هي في مدخل تحت، في مدخل فوق. وات انت اصصر اطير اللانش مره ثانيه. والله هنا وين اروح؟ جو ان هير، وهنا فيه ذا دامه كذا. والله يقول جو ان هير، وهنا يقول تعال ارجع. والله اني داري. الله ياخذه يجلط يجلط. حاط تحت شيء لا ترقى. شفت اول ما تطيح باللانش؟ شف شف شفت تحت، اذا طحت باللانش في على يسارك شيء تحت لا تدخله، في على فوق تلقى زي الشيء اخضر كذا ادخل جواه، مكتوب جو ان هير. اي والله العظيم توقعت قسم بالله. ايوه هذا الثاني هو اللي ركز عليه، خليك في نصه بعدين الف يمين. نفس اللي اوصل لك. ليش تسوي؟ وش اللي صاير؟ وش اللي سهل اصلا؟ هذا سهل ايزي. وات انت؟ ايه مو مصعب والله مو مصعب. جو ان هير اوكي خلينا نمشي. انتظرك كيف يطيحنا. الله ياخذه. ستيج 4 وات كيف امشي هنا؟ والله صعب قسم بالله انه صعب يا دحوم. هيك رام الجلطه. وين اروح طيب؟ وات ما مت؟ شلون ما مت؟ دحوم اكتشفت جلتش انك ما تموت. كيف؟ اول ما ترسبن امسيد على قدام. لا اي نط على قدام على طول. شلون؟ صار جلتش. اوكي الحين هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا؟ بسم الله. اوكي
حبيبي تحوم اجلطك. وشو؟ ستيج حقي في اربع منافذ، تنزل تحت في اربع، لازم تروح مع واحد. طيب انا الحين نزلت هنا. يعني انت يلا مسويها وتاكلها. يمين درب الغنمين. يب يمين درب الغنمين. اوكي. والله اني حمار. يمين درب الغنمين راح علينا. والله ما ينفع الا غشت الماب، استغفر الله. والله جد. اول ما ترسبن نط بس ما عليك. مو في الحين لا في الغش ولا في اي شيء. في طريق. في طريق. كله في طريق ولا ايش؟ اللي يعذبك شلون ترجع سيده. الله ياخذه. انا خذيت الثلج هذا، باخذ الثلج هذا الثاني. ليش قاعد ارقى كذا؟ يا رب. بس كنترول. ستيج 5 لحوم. جي جي. اوه كان واضح انه بجيك ان شاء الله. وات؟ وات؟ في بونسر في كفر، ايش في؟ جلطه انجلط. تدري بونصر اللي هو اللي ذبحني؟ والله يوفقه. في كفر يسار. طيب شو الحل الحين؟ وين اروح؟ هذا جايبها جايبها، الله يعقب شر، جايبها جايبها. مطعم دق. الحمد لله جان النصر. سويتها؟ سويتها يوم دق المطعم. اصبر. ايزي دحوم ايزي. شكرا يا مطعم. ستيج 6. ما دحوم بشر. سويتها سلوم وربي سويتها، نزلت بعدين مت اللي ترقين على فوق، رقيت منها بعدين مت فجأة. ايش في؟ انا قايل لك روحي مع الاخضر اللي فوق. اي اخضر؟ الحين انت باللنش باد، اوكي؟ اللنش باد توديك لفوق. في كذا على وانت راقب اللنش باد تلقى شيء اخضر كذا في الجوانب. اي قايل لك والله اني قايل لك. قايل لك قايل لك والله اني قايل لك. بغى يقطني تحت والله كان ذبحته. اوه طيب الحين وين هذا؟ وين الكفرات؟ هذه فيها كفرات بس شكل اصبر. حبي اسوي اهلا. اوه سويته. طيب اي لا في ثلج وفي ثلج كبير. انا دخلت مع الثلج العادي مسكر من فوق. الحين وين اروح؟ طيب وين الكفر؟ والله اني ماخذ الماب باركور. وات؟ لحوم كله مكتوب ترول. الأرضية عندي قسم بالله كلها مكتوب ترول. مصغر الكفرات والله مصغرها الوضع. عبيط عبيط طلع الماب والله عبيط بيجلط. سلوك سويته من فوق. سويته من فوق؟ والله العظيم. تزحلقت وما ادري وش صقعت بعضهم وصلت. أخيرا يا شيخ. أوه أنت هنا. شفت هذه؟ شوف المكان اللي أشرت عليه هنا. في كفر صغير إيه. طب عليه. الله لا يوفقك يا شيخ. وين الاخضر؟ الاخضر عرفت مكان شو يسمونه ذا. وش ذا كله ترول اللي تحت؟ دحوم اذا صرت الاخضر لا تنزل تحت. والله صدقني كذا عبيط، والله انه عبيط. ثالث مره انزل تحت ونفس الشيء. انا شفت في الاخضر، شفت في الزاويه. والله اوه دحوم دحوم دحوم. يصرت الخشب تعال. الزاويه يمين قلت لك. انا بسم الله. بس كيف تروح لهذيك زاوية يمين؟ سكعت في جدار. لا اله الا الله يا الجلطة. سلوم سلوم كيف تنقز كذا اطول على اللي بعدها؟ انا انقز اسقع في الهواء في شيء. حاول انك تلمسها لمس، مو بتنزل عليها ثم تمشي. لا دحوم شفت الكفر اللي عند الاخضر؟ في عنده مدخل المبقايل الله لا يوفقه، واللي تحت كله ترول. اوكي يا رب انه يكون صح. يا رب اقسم بالله العظيم انه عبيط الكلب. الله لا يوفقك يا شيخ. والله هذه هي رقيه بعد بيطيحني. الله لا يوفقه. والله عبيط عبيط عبيط. صح طيب اي صح. اقول لك تو بغى يطيحني انا. الله لا يوفقه. بعدين في لانش باد هنا. ها صح طيب صح اللي انت سويته. طيب ذا الماب لا تثق اي بونصر. الله لا يوفقه. اي بونصر لا تلمس. ها المس بونصر بغرعت. ايوه كيف طبيت؟ طبيت باللنش. اوكي المسها بغلط حتى. انا اقول كفيها وطب. اوكي اربع طرق دحوم. ليش تسمعي؟ ما دفتي. هي سهلة كنزلة والله. ايوه صح يا ربي. يقلع ام الصدف يا شيخ.
في كفرات كبيره وصغيره. الله ياخذ، لا تلمس الارض، لا تلمس الارض. وش سويت انت؟ وش سويت بالضبط؟ لا تلمس الارض. طيب نط الحين قدامي. طيب بس وصل فتح انا كيف الحين كيف اسويها مره ثانيه؟ ايوه في كفر كبير هنا. طيب ايوه هذا الكفر الكبير، انزل عليه بعدين انقز على الاشياء هذه. ايوه امشي فوقها، لا تلمس الارض. ما لازم امشي. ما مت. ايوه اوكي اللي عندك ما مت. بس اللي هناك لا، هناك تمس الارض مت. ايزي ايزي دحوم، ايزي والله ايزي. احس المبات الاولى هي صعبه، اصعب من ذي. بغي طي الله لا يوفق، بغي يطيحني مره ثانيه اقسم بالله. كويس اني بلكتك. وات والله قلت، والله ينزل لك احلى قلت. صار الماب جاي على اليمين مدري كيف. اح والله طبيت سيده، ابى اسوي قلت شوف وين وصلت. يا ساتر. طيب ما في الا ذا الطريق. طيب دحوم طب وانتبه لا تلمس فيه. طب اللي وراك. روح روح انت حلفت. اه يا رجال روح انا بلحق بسرعه. بسرعه. فيك اربع كفرات تحت، ما صقعت الجنب كامل. والله كلوز قسم. تحوم والله والله العظيم يزل احلى قلت يا حبيبي. اخر حاول تسوي الجلتش بس تنزل الواجد، فهمت؟ شفت؟ تصقع في الجنب لازم تتحرك وياها. دحوم ايزي وات؟ وش ذي الكفرات؟ وات؟ بالله تعال شوف. شلون شكله؟ يخرب بيته يخوف. الله ياخذه يا شيخ. ما طمه فتشب الله ياخذه. بغي يطيحني، بغي يطيحني. انتبه انتبه الله لا يوفقه. هذا عشر الحين. وين والله ينزل لك احلى جلتش. امك تسويها بدون جلتش، ابن امك تسويها بدون جلتش. اوه سويتها. وات يخرب بيتها، حاط صفه كفرات صغار. رب الكامل. كيف سويتها انت الجلتش؟ بعدين نزلت والله لانه مغط اللي هنا. ايوه اسكع ايزي. لا 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 فوق. وين ما في شيء هنا؟ ما ابغى اروح، انا بموت انا داري. اوه في طريق هنا دحوم. وسبني بالغلط. بغمض انا، بغمض ارجع تحت شوي. 11 الله ياخذك. ولي اوه ما ادري احس ما اشوف شيء. اي سيده سواء وات. اوه وات. كل ما تنزل كل ما تنصدم اكثر. وين؟ وين انزل طيب؟ ما ادري والله. ينزل لك احلى جلتش. حتى لو ما دخل جلتشات، وين تنزل؟ مكان تنزل فيه من جد. وين ننزل يا كاميرا؟ في كفرات. وين كفرات؟ وين وين؟ في الجدار. فوق قدام. طالع 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 هنا هنا. اخر شيء في كفرات صفه كذا على الجدار. يلا روح انت. والله اني يعني انصدمت لما نزلت شفتها. امزح. سويتها؟ ايزي. اوه يرفعني هنا، ما في شيء تحت. اوكي. انا بنتظرك ها. دحوم. صقعت عندك تدري؟ داري. ايزي شفت والله ايزي. تخيل باقي بعد استجات. لو اني ما صدت انا كان داس نص ساعة يا رجال. يا رجال 50 دقيقة تصير الحين تدري؟ 12 ايش في؟ وات؟ لا اله الا الله. ما شاء والله ما ادري. اصبر ايش قاعد يصير؟ والله ما ادري ايش قاعد يصير. في اربع بنصرات. حتى هذه بنصرات صغيره. ايوه سويت جلتش. اربع بنصرات. في كفرات ولا لا؟ ما في اي كفر. ها؟ اوكي لحوم اللي هنا اللي هنا اللي هنا. والله ما ادري. اتوقع الباقيه كلها تموت. ايزي. لا عاد دحوم المس ذا. ايه لا المسه 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 المسه. طيب اعطاك سرعه؟ ما المسه 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 دحوم عشان اذا ما هذا انا امشي، فهمت؟ والله احس انه في هنا حل. تعال المسه. والله لا المسه. لا تجي لا تجي. والله المسه. اوكي بسرعه بتتيت. وات اصبر واخر بس قاعد بنزل بس واخر.
يا رب ما موت يا رب ما موت. اوكي بشر. You thought you were done. يقول تتوقع انك خلصت. الله لا يوفقك. مصح ماب. الله لا يوفقك. Get this beautiful house. Find the escape. دور المخرج. ايش فيه؟ ايه قربها غير الماب. كيف اطلع من هنا طيب؟ اي والله في طريق. ما في هنا شيء؟ تكفى. شيء عندك صح؟ ندور في كل مكان. وات؟ اصبر. تعال لحوم تعال. تعال تعال الله ياخذك صاحب الماب. تعال هنا تحتك. والله العظيم حركات عبيطة. ما في شيء تحت؟ ما في شيء تحت. ما في شيء. ما في شيء. في سيارة امش. كيف اللون؟ انا معكم. يو ديد ات اخيرا. هو اوكي ابغى جيبين. هاب يو لايك ات. الله لايك ات بت اوه في وانا الناس كلهم ذا. اوه في وانا تراي ماي سكند ذيث رن ذيس سكوت. يا حبيبي جلطتنا انت. تبيني اجيبه؟ فاينلي خلصنا دحوم. يقرا ام الماب اللي يجلط. والله يجلط 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 بشكل طيب. بس هذا كان مقطع اليوم. ان شاء الله المقطع عجبكم لا تنسون لايك اذا عجبكم المقطع واكتبوا رايكم في الماب. اذا تبون نلعب الجزء الثاني اللي حاطه اكتبوا لنا تحت في الكومنتات. قناه دحوم في الديسكربشن. سكن الجالكسي في الديسكربشن. ان شاء الله عجبكم المقطع. اشوفكم على خير. سلام.